مشاهدينا وما زلنا معكم في هذه النشرة وتغطية خاصة لبدء فتح باب الاقتراع للمصريين بالخارج والمحطة الأولى من نيوزيلندا تحديدا من العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون. الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت عددا من القواعد التي تنظم هذا الاستحقاق وتنظم ضمان النزاهة والشفافية لعملية التصويت للمصريين بالخارج. نتعرف على هذه القواعد وأهم الضوابط معك رغدة. إذن مشاهدينا، منذ إنشائها الهيئة الوطنية للانتخابات ومعيار النزاهة والشفافية دوما هما المبدأان اللذان تضع الهيئة النزاهة والشفافية نصب عينيها مع إجراء كل استحقاق انتخابي. في 124 دولة حول العالم يجري تصويت الجاليات المصرية في الخارج بالانتخابات الرئاسية، وقد وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من القواعد التي تنظم هذا الاستحقاق ضمانا لتحقيق نزاهتها وشفافيتها. الهيئة تؤكد أن لكل مصري يعيش في الخارج الحق في الإدلاء بصوته متى كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية، كما يجب أن يباشر الناخب هذا الحق بنفسه. يتم التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ومن لم يسبق له تجديد بطاقة الرقم القومي قبل الدعوة للانتخابات سيكون غير مدرك بقوائم الناخبين، وبالتالي لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي. يمتد التصويت لمدة 3 أيام، هي 16، 17، و18 من مارس 2018 للجولة الأولى. يبدأ الاقتراع في تمام الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء وفقا لتوقيت كل دولة، على أن يتم التصويت في مقار البعثات الدبلوماسية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب بالاطلاع على أصل البطاقة أو جواز السفر، ثم بعد ذلك يسلم الناخب بطاقة التصويت التي يظهر أو مدون على ظهرها ختم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة. وعقب انتهاء التصويت بالخارج تتخذ الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الكفيلة برفع أسماء ناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج من كشوف توزيع الناخبين على اللجان الفرعية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك ضمانا لعدم التصويت مرتين. كذلك يسمح بحضور مندوبين عن المرشحين بلجان اقتراع الخارج تتوافر فيهم 3 شروط، وهي أن يكونوا من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين، أن يكون لديهم توكيل من المرشح أو وكيله، ولا يشترط أن يكونوا في نفس البلد الواقع به مقر البعثة الدبلوماسية. إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، له أن يبديها على انفراد لرئيس اللجنة الذي يقوم بإثباته في بطاقة إبداء الرأي ويثبت حضوره مستكملا الإجراءات. وفي حالة حضور ناخبات من السيدات المنتخبات فعلى رئيس اللجنة أن يقوم بالتأكد من هوية الناخب، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وإن رفضت ذلك لا يحق لها التصويت. إذن هي مجموعة من الضوابط والمعايير والقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات وبدأت بتطبيقها في إجراءات الانتخابات للمصر التصويت بالمصريين بالخارج ضمانا لنزاهة وشفافية الانتخابات.